ودعونا مشاهدينا نستعرض وإياكم الآن أبرز وأهم الأخبار خلال 24 ساعة في 90 ثانية. نشاهد. خلال جلسته 46 الشورى يطالب وزارة الطاقة بتوطين القوى العاملة في القطاعات التابعة لها. التعليم، تحذر المدارس الأهلية من تخفيض رواتب المعلمين السعوديين عن 5600 ريال. الإسكان، لن يسمح بضم المباني المتهالكة لبرنامج إيجار. الشورى يتراجع عن تأييد خصم نسبة من معاشات المتقاعدين مبكرا. المتحدث باسم هيئة الأمر بالمعروف بالرياض، جاري التنسيق مع الجهات المختصة لضبط فتاة تجولت بملابس غير محتشمة في أشيغر. وفاة طالب طيران سعودي سقطت طائرته بأمريكا، وتحقيقات بالحادث. النورس، طائرة مأهولة تنجح مدينة الملك عبد العزيز للتقنية في تحويلها لطائرة بدون طيار. نصف مليون مسافر عبروا من مطار أبها خلال 45 يوما بالتزامن مع مهرجان أبها يجمعنا. السجن، 6 أشهر و60 جلدة لمنتزع عباءة فتاة في تبوك. مختص بالبيئة، أحواض الزراعة الملاصقة لأساسات البناء تتسبب في تصدعها وهبوط التربة حولها.